طيب، بداية أهلا بيكم وشكرا لتلبية الدعوة، وربنا يجعلها إن شاء الله النص ساعة ولا الساعة الا ربع اللي هنقعدها مع بعض تكون بفايدة بإذن الله. الوحدة الأولى عندنا يا جماعة فيها مشكلة عند بعض الناس في استخدام ماست وهاف تو، لأن الناس مش فاهمة الدرس ده بيتكلم عن إيه. تمام، أنا عايزك تصحصح كده، اعتبرها لو أنت عارف الكلام اللي أنا هقوله إن دي مراجعة، ماشي، عشان تأكد المعلومة اللي عندك لو انت عارف، ولو انت مش عارف تعتبرها حاجة وفرصة ان انت تفهم مني الدرس اللي الناس كلها بتشتكى منه ده. تمام، بداية الدرس بتاعنا اسمه necessity unnecessity او lack of necessity، وفي حاجة اسمها prohibition، يعني 3 اجزاء هنتكلم فيهم النهاردة. تمام، الجزء الاول انا بتكلم في حاجة اسمها necessity، تمام، اللي هي الضرورة، والضرورة دي عندي بتتم في 3 أزمنة وهنتكلم فيهم بالتفصيل. يعني هنعمل 3 أعمدة كده، present، ماشي، وعندنا الأول نخلص ال present وندخل بعد كده على اللي بعده. تمام، طيب بداية بس هحاول أكبر لكم الشاشة شوية، ماشي. طيب بداية بالنسبة لـ necessity أو الضرورة، الضرورة عندنا يا جماعة في المضارع بتبقى بنستخدم فيها كذا حاجة، يعني هستخدم فيها أول حاجة كلمة must، وmust دي بتساوي تجاوزا كده بنقول إنها بتساوي have to وبتساوي has to، طبعا في فرق بينهم واضح وهنتكلم فيه دلوقتي. طيب must قلنا must have to has to، في عندنا have أو have got to، ماشي، وفي عندنا has got تو، يعني تقدر تقول ان الاثنين دول زي الاثنين دول، ماشي، هما من نفس الفئة يعني مع وجود اختلافات بينهم هنتكلم فيها. وفي عندنا كلمة نيد، ودي لازم تحتاج كلمة تو، ونيد ده فيرب عادي بيتحول الماضي نيدد، وممكن يجي في البريزنت سيمبل يكون نيدز او ممكن يكون نيد فعل جامد كده. تمام كده، طيب كمل. طيب الأول بس أتمنى الصوت بس يكون واضح، لو في أي مشكلة حد يبلغني. يعني نكمل إحنا في نيد، نيد تو، طبعا ده كله بيندرج تحت كلمة necessity in present، يعني الضرورة في المضارع. تمام كده، طيب لو في ضرورة في الماضي، يعني الحاجات دي لو حبيت أعملها في الماضي، تمام، ننتقل للباست. الباست، طيب كلمة ماست دي لو جيت هتجيب الماضي منها ملهاش ماضي. ليه؟ لأن دي تعتبر فعل من الأفعال الجامدة. يعني إيه فعل جامد؟ الفعل ده ملوش أي تصريفات، مودال فيرب. تمام كده؟ طيب في إيه تاني؟ عندنا مثلا هاز تو، هاف تو، ينفع أجيب منها الباست؟ أه طبعا، اللي هو هاد تو ومعناها كان ضروري. تمام؟ طيب هاف جوت تو وهاز جوت تو مالهمش برضه باست، يعني هستخدم البديل بتاعها اللي هي هات تو، يعني هات تو تعتبر بديل لماست في الماضي وبديل لاستخدام هاد، لاستخدام هاف جوت تو وهاز جوت تو. طيب نيجي على كلمه نيد، احنا قلنا ده فعل عادي خالص، ماشي، فلما اجي استخدمه عادي هقول نيدد، واقول كده نيدد تو، ماشي. طيب ده بالنسبه للجزء الخاص بالباست. طيب بالنسبة للجزء الخاص بالفيوتشر أو زمن إيه المستقبل، تمام، فيوتشر نيسيستي، تمام، عشان أعمل فيوتشر نيسيستي لازم أشوف المستقبل أصلا بيتكون من إيه، من ويل بلس إنفينيتيف. طيب هنعرف، هنعرف نشتغل إحنا في المستقبل باستخدام ويل مع ماست؟ لا طبعا، لان ده زي ما قلنا مودال فيرب. تمام، طيب نيجي على هاف تو وهاز تو، هنستخدم كلمه ويل واجيب الباست منهم اللي هو هاف تو. طب واحد يقول لي يا مستر طب ما قلناش هاز تو ليه وراحت فين؟ لا كده خلاص، مهمه هاز خلصت في البريزنت، لان ويل افتر ويل ويوز انفينيتيف فيرب، فالانفينيتيف من هاز هيكون ايه؟ هيكون هاف. تمام، طيب ينفع استخدم الفيوتشر ويل قبل هاف جوت تو وهاز جوت تو؟ لا. طيب مع نيد تو طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ فهنقول ويل نيد تو.
تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي خدت الـ necessity في الـ present، وخدتها في الـ past، وخدناها فين؟ في الـ future. تمام؟ طيب الـ necessity دي الضرورة، ان انا بقول it is necessary to do something، يعني من الضروري ان انا افعل شيء ما. تمام؟ طب لو انا بتكلم في الـ past بقول it was necessary، كان ضروري، فين؟ في الماضي. طيب في الـ future هنقول it will be necessary، يعني سوف يكون ضروري في الايه؟ في المستقبل. تمام كده؟ طيب ده بخصوص شكل النسيسيتي او شكل الضروره في الثلاث ازمنه بتوعنا. ده اول جزء عندي في الدرس، يبقى النسيسيتي خدناها في البريزنت والباست والفيوتشر. طيب ننتقل اللي بعد كده بقى، حاجه اسمها lack of necessity. ولاك اوف necessity معناها نقص ضروره، نقص ضروره يعني هجيب عكس الكلام ده كله. عكس الحاجات دي في المضارع، وعكسها في الماضي، وعكسها فين؟ في الفيوتشر. تمام، هنمسح الجزء ده وبعد كده نكمل شغلنا مع بعضه. بس يا ريت لو في تعليق احب اسمعه، هفتح لكم المايكات دلوقتي لو في اي اسئله في الجزء ده قبل ما ننتقل لجزء جديد. اتفضلوا يا جماعه لو في حد عنده اي سؤال انا جاهز اسمعه. طيب واضح كده ان مفيش حد، لو في حد عنده سؤال يعمل ان ميوت للمايك عنده ويبدا يسال. طيب جميل أوي، هننتقل لحاجة تانية وهي الجزء التاني من درسنا، وهي lack of necessity اللي هي نقص الإيه؟ نقص الضرورة. تمام، خليكم معايا كده ثواني. طيب هننتقل للجزء الثاني يا جماعه. الجزء الثاني عندنا بيتكلم في حاجه اسمها lack of necessity. طيب يعني ايه بقى lack of necessity دي؟ عشان نبقى فاهمين برضو المصطلحات دي مهمه جدا. لاك معناها نقص، ودي كلمة مشهورة جدا في الثانوية العامة. تمام، lack of necessity. ايه lack of necessity او ايه نقص الضرورة؟ يعني بقول ان الحاجة دي ليست ضرورية، it isn't necessary. ماشي، ايه هو نقص الضروره؟ انا زي ما قلت لكم ان انا بقول ان الحاجه دي مش ضروري. تمام، طبعا هنقسمها برضو present و past وكده. طيب must مش معانا في lack of necessity، لان كلمه must عكسها mustn't، و mustn't دي منع وتحريم، ودي مهمه جدا وهنرجع لها دلوقتي تاني. فانا ما بتكلمش في mustn't خالص دلوقتي، انا بتكلم في النفي بتاع كلمه have to وهاز تو ونيد تو، هم دول اللي انا هشتغل على النفي بتاعهم، لكن هاف جوت تو وهاز جوت تو ما لهمش نفي. تمام، ولو حبيت انفيهم هنفيهم بهازنت وهافنت. تمام، لكن هم قليل قوي ان انا بستخدم النفي بتاعهم، يعني هم لهم نفي هازنت وهافنت. تمام، بس لازم جوت تو بعدها. المهم هنستخدم في lack of necessity don't و doesn't. ماشي، وممكن استخدم have to، طبعا ما ينفعش has to احنا قلنا، وممكن need to. تمام كده، يبقى don't و doesn't have to or need to، طبعا plus infinitive ده في المضارع. ماشي، طيب في حاجه ثانيه ممكن استخدمها to express lack of necessity اللي hasn't got to و haven't got to، بس دي مش بتستخدم كتير فمش هنركز عليها قوي يعني. طيب نيجي بقى على كلمه needn't، ودي مهمه جدا، وخد بالك في فرق بين كلمه needn't ده اهي، يعني انا عايزك برضو انت تركز قوي في الكلام المكتوب، يعني شايفين كلمه نيد دي غير نيد ده، هي ايه الفرق بينهم الاثنين؟ دي عشان فيها لازم هحط قبلها دونت او دازنت، ولازم بعدها كلمه تو، لكن نيد انت هي بنفسها كده اداه نفي. تمام، يعني هي جايه اتنين في واحد زي ما بيقولوا، مودال فيرب وفي نفس الوقت ايه؟ منفي، وبيجي بعدها المصدر وذاوت تو، يعني اقول انفينيتيف على طول. مثال على الموضوع ده عشان نفهمها قوي، أقول لك مثلا، شوف كده الجملة دي كده بتقول إيه، أقول لك
you don't have. طبعا ممكن اقول have وممكن اقول need، ماشي، to get up early on Fridays. ومعناها ايه الجملة دي؟ معناها ان انت غير ضروري ان انت تصحى يوم الجمعة. طبعا دي حاجة it's up to you. طب لو انت صحيت ده اسمه نقص ضرورة، مش ضروري معناها ان مش ممنوع، في فرق بين الاتنين يعني. طيب نفس الجملة دي انا ممكن استخدم فيها كلمة need انت اللي انا بقولك عليها دي، واقول you needn't كده، مش هحط تو بقى، ماشي، ما تحطش هنا كلمة تو، هنقول you needn't واحط بعدها على طول المصدر واقول get up واكمل early on Friday. ده بالنسبة lack of necessity، بس فين؟ في ال present. طيب لو جيت اتكلم على lack of necessity في ال past، يعني احنا فاهمين حاجة زي كده طبعا. انا عندي هنا استخدمت هنا ايه؟ don't و doesn't، الماضي منهم ايه؟ didn't، يبقى هتبقى نفس الكلام didn't didn't، ده في الماضي بقى. have to او didn't need to، والاثنين دول بيستخدموا لنقص الضرورة بس فين؟ في الماضي، تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده نشوف needn't، ده هي مش دي المشكلة اللي عندي، ازاي احولها للماضي وهي فعل جامد كده، تمام؟ هقول needn't زي ما هي كده، وحط بعد needn't دي have والتصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل، والاثنين ده هم يعني سواء الصيغه دي او الصيغه دي في جزء شبه وجزء اختلاف. بمعنى ايه؟ لو انا قلت didn't have to didn't need to و needn't have وتصريف ثالث، الثلاث صيغ دول معناهم لم يكن ضروريا في الماضي ان تفعل كذا، تمام؟ يعني لما اقول لك مثلا look at this example I didn't have to buy bread yesterday، تمام؟ لما اقول لك I didn't have to buy bread yesterday معناها لم يكن ضروريا ان اشتري خبز بالامس. ممكن اعملها بصيغة تانية واقول I I needn't I needn't have bought I needn't have bought bread yesterday، تمام كده؟ طيب ايه الفرق بين الجملتين دول؟ هديك ثواني كده تفكر وتقول لي كده، يعني فكر في الاجابه كده وشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي، وانا سامعك اهوت، يعني هفتح المايك دقيقه كده اشوف الناس عايزه تقول ايه في الجزئيه دي. طيب اللي عايز يشارك معانا يا جماعه اتفضلوا، يعني عايز اسمعكم وانتوا بتتكلموا في الجزئيه دي. أولا يا مسلم، ولا قول يا محمد اتفضل. يا I didn't have to buy bread yesterday دي هتبقى اللي هي معناها لم يكن ضروريا لفعل شيء وهو ما عملوش، ما كانش ضروري. انت تقصد اللي هي didn't صح؟ اللي هي دي؟ أو didn't have to buy يعني. يبقى محمد بيقول دلوقتي يا جماعه ايه؟ بيقول ان didn't have to معناها لم يكن ضروريا ولم يفعل، ان هو ما اشتراش، صح كده يا محمد؟ تمام. لكن needn't have bought دي هو ما كانش ضروري بس هو عمله. برضه ما كانش ضروري زي اللي فوق، الاثنين ما كانش ضروري، لكن تحت هو اشترى خبز، ما كانش يعرف بقى ان ما كانش عنده او كده. ماشي يا محمد تسلم. تمام. ماشي يا جماعه، ده كده دلوقتي اسمه lack of necessity، خدناها في ايه؟ في الباست طبعا، في الفيوتشر، واللي هتبقى want، هقول want have to خلاص يعني. طيب فاضل اخر جزئيه عندنا اللي هي جزئيه المنع والتحريم، بس قبل ما ندخل ليها اللي هي مصنت بقى، عايز لو حد عنده أي أسئلة يتفضل قبل ما إيه ننتقل للجزئية الجديدة يعني. طيب نكمل إحنا. بقول دلوقتي بقى كلمة must و mustn't هنقف معاها شوية. هي must دي لها استخدامات كتيرة، تمام؟ must ممكن أستخدمها for advice، يعني مثلا أقول لك
للنصيحة القوية، يعني أقول لك you must study hard. دي هنا أنا بنصحك بس نصيحة في درجة أعلى من should شوية، وممكن أقول لك في النفي بتاعها you mustn't forget your books. كصديق بيقول لصديقه، أنا ما بتكلمش بقى كمدرس دلوقتي، تمام؟ طيب كلمة must لها استخدام آخر في حاجة اسمها warm invitation، يعني دعوة حارة. دعوة حارة يعني إيه؟ يقول لك مثلا you must come and play with me. ومعنى الجملة دي إيه؟ لازم تيجي وتلعب معايا. هنا must ده مش إلزام، ده هنا اسمها warm invitation، أكن واحد معدي عليك تقول والله لا تقعد تشرب شاي. تمام؟ هي زيها كده. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طب نيجي بقى المصل بتاعت الإلزام بقى، ودي مهمة أوي. المصل بتاعت الإلزام لما أجي أقول لك مثلا، ركز معايا كده عشان هنفرق بينها وبين have to في النقطة دي. أما أقول لك I must visit my uncle I promised him. يعني إيه الجملة دي؟ لازم اروح ازور مين؟ عمي. طب ايه سبب الالزام؟ او ده اسمه الزام شخصي طبعا، لان انا وعدته، فده يعتبر بمثابه الزام شخصي. I have a choice in it، يعني انا في هنا اختيار، ممكن ما اعملش الكلام ومش هيكون في punishment، مش هيكون في عقوبه. تمام؟ طيب لو جيت قلت لك بقى you have to wear your سيت بيلت، ماشي، لازم تلبس حزام المقعد وايل درايفنج مثلا. تمام؟ هنا هاف تو، ها يو هاف نو تشويس هير، هنا مفيش اختيار، لازم تلبس الايه؟ السيت بيلت بتاعك، والا هيبقى فيه بانشمنت او عقوبه يعني. تمام كده؟ اذا ده الفرق بين ماست وايه وهاف تو في حاله الالزام، الزام شخصي وده الزام خارجي. طيب نيجي بقى للمرعبه بتاعتنا اللي هي ماسنت بقى، واستخدام كلمه ماسنت. احنا قلنا ماسنت هنا كانت ايه؟ بنصح نصيحه منفيه، بقول لا يجب ان تنسى كذا. نقارن بينها بقى وبين كلمه mustn't اللي هي المنع والتحريم. لما اقول لك you mustn't park your car here، معناه ممنوع ان انت تركن عربيتك هنا، معناها you are not allowed to do that، يعني ممنوع عليك، غير مسموح انك تعمل كده. it's forbidden، حاجه ممنوعه. it's banned، ممنوع. تمام؟ يبقى معنى كده ان في بانشمنت لو انت خالفت الامر كده. ده مختصر الدرس اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. تمام؟ هنرجع بسرعه بقى كده عشان ما ناخركوش وما نسهركوش معانا للحل. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا انا احل على طول، ولو في حاجه مش مفهومه يا ريت تنبهنا عشان نرجع ناكد عليها. تمام كده؟ خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. Number one, choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, you space take that book back to the library, yet you can keep it for another week. تمام؟ فالإجابة هنا هتبقى don't need to. طبعا ليه don't need to؟ ده اسمه نقص ضرورة، لأن مش ضروري ترجعه، لأن بيقول لك you can keep it، ممكن تحتفظ بيه. في دليل كده في الجملة يا جماعة، ناخد بالنا منه يعني. Number two, you space be late. It's the most important meeting of the year. بيقول لك ده أهم اجتماع في الإيه؟ في السنة. تمام؟ هتبقى mustn't؟ نعم؟ mustn't هتبقى mustn't؟ number two دي هتبقى you mustn't be late. تمام أوي كده. You mustn't be late. ممنوع إن أنت تتأخر. ليه؟ لأن ده حاجة important. Number three, I want to go to university. عايز أروح الجامعة. I apply. Apply يعني ايه؟ أقدم يعني. Before the end of the week. لازم يقدم قبل نهاية الأسبوع. يبقى دي حاجة ضرورة. تمام؟ طب هو بيتكلم في الـ present ولا الـ past؟ في الـ present. إذا دي لازم تكون غلط. تمام؟ وطبعًا دي حاجة مش ممنوعة. بص يا جماعة، لو أنت عارف الإجابة الصح روح لها. مش عارف الإجابة الصح طلع الغلط. دي في الـ past ما تنفعش. تمام؟ فقدامي دلوقتي need to اللي هي بتساوي have to. تمام؟ و must. طيب. مستر، لو ده كتاب معاصر؟ لا، ده كتاب جيم. ده صفحة 47 في جيم يا جماعة، لو حد حب يتابع معانا.
تمام. number four you space by that book you can borrow mine. you can borrow mine معناها يمكنك استعارة ما أملكه اللي هو الكتاب بتاعنا يعني. ففي الحالة دي أقول you needn't، مش محتاج إن أنت، يبقى ليس ضروريا أن تشتري هذا الكتاب، ممكن تستلف بتاعي. طبعا هو مش ممنوع، ودي مش نصيحة منفية، مش بمعنى لا يجب، مش بينصح هنا. وكانت دي تفيد، كانت ممكن تقول انها بتساوي mustn't لو انا هستخدمها. اما اقول لك you can't park here means you mustn't park here. number five you space speak so loudly on your mobile phone it's very annoying. تمام، حاجة مزعجة. تمام، يبقى بيقول له ايه بقى؟ you mustn't، على سبيل اما اقول you mustn't speak so loudly، لا يجب، دي نصيحة قوية قوي يعني، بس نصيحة منفية بمعنى لا يجب. تمام، لأن ده حاجة annoying. number six I helped my father with repairing things in the house yesterday. شايف كلمة yesterday دي هتفك لك أزمة هنا، لأن must هتبقى غلط، ما تنفعش، ولا need to هتنفع، ولا have to، لأن ده كلهم present، يبقى النتيجة الوحيدة عندي أو الإجابة الصح هتبقى had to. تمام، نكمل. we space finish now as somebody else needs this room. في شخص آخر محتاج هذه الغرفة، يبقى لازم ننهي دلوقتي حالا. تمام، طبعا الإجابة الصح هتبقى هنا have got to، اللي هي بتساوي كلمة have or has to. كمل مع بعض. في أي حاجة يا جماعة في السبع جمل دول مش واضحة قولوا لي. طيب ندخل على number 8. In some countries the children wear school uniform. طبعا هنا children دي جمع، فطبيعي ان دي ما تنفعش لانها غلط، لان ما تجيش مع الجمع. لو child كنا ممكن نبص عليها، doesn't نفس الكلام، مش هتنفع لانها بتيجي مع المفرد. وطبعا ما فيش حاجة بتمنع وجود uniform في المدارس، لكن ممكن نقول don't need to، يعني مش ضروري ان هم يلبسوا uniform، حاجة ليست ضرورية. number 9 we space leave now the train leaves in 5 minutes. القطر هيغادر خلال 5 دقائق. تمام، يبقى عايز يقول ايه؟ لازم نغادر الان. يبقى لازم نغادر دي مثبته، ما ينفعش فيها النفي ده ولا النفي ده ولا النفي ده. تمام، نيجي لكلمه need to، معناها have to or must leave now. young athletes miss this chance to learn and complete education. تمام، هو بيقول لك miss this chance معناه يفوت الفرصة، يبقى لا يجب ان هو يفوت الفرصة. نقول mustn't miss the chance، لا يجب على الرياضيين اللي هم الصغار ان هم يفوتوا فرصة الحصول على اكمال تعليمهم يعني. number 11 you space walk up the hill because there is a bus. هو عايز يقوله مش محتاج تمشي او تصعد التل لان في ايه؟ اتوبيس. تمام، طبعا هنا must مش نافعه ومش ممنوع، وهاف تو هنا ما تنفعش لانها معناها مثبت. يبقى الاجابه الصح هتبقى don't or don't have to. تمام، بناكد بس يا جماعه ان خلال 10 دقائق او بعد 10 دقائق هيفصل، هنرجع لنفس اللينك مره ثانيه عشان نكمل، احنا فاضلنا صفحتين اتنين بس يعني. number 12 athletes get a special heart examination. special heart examination اللي هو اختبار او فحص للقلب مخصص للرياضيين. it's safer to do this. يبقى دي حاجه مهمه وضروره، يبقى نقول must get a special heart examination. number 13 as you've already phoned Mona I space phone her myself. تمام، بقول له لانني، as هنا معناها لانني أو لأنك بالفعل كلمتها، يقصد إيه بقى؟ I needn't phone her myself، مش لازم بقى إن أنا أكلمها بنفسي، هو حد اتصل خلاص. لكن هو مش ممنوع، بالمناسبة mustn't وكانت، وأكدنا إن الاتنين تقريبا زي بعض، وودنت حتى شكلا كده مش هتمشي مع الوضع ده كده، لأن كلمة would هنا جاية past. تمام، والمعنى اللي أنا عايزه اللي هو it isn't necessary في ال present، يبقى نستخدم كلمة needn't اللي هي دي. yesterday طالما قال yesterday يبقى ده past، يبقى have دي ما تنفعش، will ما تنفعش، must ما تنفعش.
أكمل الجملة ب yesterday I تبقى had to work for 12 hours. نكمل مع بعض. يا ريت لو في أي مشكلة عند أي حد يتكلم يعني. طيب ندخل على number 15 number 15 you drive fast in the city center it's very dangerous حاجة خطيرة تمام يبقى حاجة ممنوعة لأن حاجة خطر يبقى mustn't drive fast دي بقى ما ينفعش فيها must ولا have to ولا don't have to واحد يقول يا مستر ما هي دي منفية برضه don't have to معناها مش ضروري انك تسوق بسرعة معنى كده ان عادي يعني لو انت سوقت بسرعة بس هي مش ضرورة تمام فطالما قال لك dangerous يبقى خلاص الدنيا وضحت كده ومصر هي الحل number 16 we buy souvenirs for our friends while we were here تمام buy souvenirs نشتري هدايا تذكارية for our friends لأصدقائنا while we were here وإحنا هنا طبعا الإجابة هتبقى must وواحد يقول لي يا مستر هي لو have to موجودة تنفع ولا لا طبعا ما تنفعش ليه must ده إلزام إيه شخصي مني أنا حاجة ذوقية مني إن أنا هفرح زمايلي واجيب لهم هدايا تذكارية. نمبر 17 does وقف عند does كده واقول لك حاجة مهمة جدا ان does ما ينفعش تيجي مع must غلط لان does بعدها infinitive فما ينفعش اصلا استخدم must بعدها و has to not infinitive verb ولا allowed اصلا بنفس الطريقة و allowed اصلا يجي قبلها verb to be يعني قبل allowed لازم يجي am is are او was were لو انا بستخدم الباست تمام طيب اقول هنا does احمد ايه have to اللي هي infinitive verb تمام طيب نكمل مع بعض number 18 number 18 why do they space overtime because their deadline is tomorrow الديدلاين اللي هو الموعد النهائي لتسليم شغل معين بنقول عليه deadline تمام هي الاحسن هنا need على فكره الاحسن هنا كلمه need يا جماعه ومعنى الجملة هنا محتاجين تمام need هنا غير need to بتاعتنا يعني تمام هي دي غلط تاني يا جماعة دي غلط عشان عايزة مصدر فعل يكون في في المنطقة دي وكلمة need to برضو نفس الكلام عايزة مصدر فعل have هنا لو قلت why do they have overtime معناها لماذا لديهم او عندهم overtime كمعنى انا شايفها تمشي برضو ماشي لان have هيبقى فعل الجملة وneed نفس الكلام ليه محتاجين الجملة دي فيها خلل على فكرة. Number 19 I'm sorry but you space eat in the classroom this is forbidden. كلمة forbidden قفلت لك الدنيا وقالت لك إن أنا بقول mustn't eat. تمام؟ طب نشوف الاختيارات التانية طبعًا ما تنفعش. هي forbidden معناها إيه؟ معناها mustn't أو aren't allowed. قال لا. طب ما أنا عندي aren't allowed يا مستر هي ما اخترتهاش ليه عندي هنا؟ لو قلت you aren't allowed لازم أقول to eat. مفيش to تبقى الجملة غلط. ماشي؟ و ought not دي بتساوي كلمة shouldn't فما تنفعش عندي لأن مش بعمل نصيحة ده حاجة اسمها اللي هي forbidden يعني forbidden thing يعني حاجة محرمة أو ممنوعة يعني. Number 20 do you know if we space have visas to visit the Sudan تمام بقول لك هل تعرف لو كان if we طب أقول هنا don't need بدون كلمة to تبقى غلط ماشي طب نشوف if we have to have ولا need برضو دي عايزة to المصدر هو بيقول له do you know هل تعرف لو كان لازم يبقى we have to have ماشي هو أكيد بيسأله يعني لو كانوا محتاجين أو ضروري إن هم يطلعوا فيزا قبل دخول أو زيارة السودان يبقى have to طبعا طب لو must موجودة هتنفع ولا ما تنفعش نشوفها لا أصل have to إلزام خارجي فاهمني اصل مصر دي حاجه مزاجي يعني هو ضروره بس ضروره شخصيه انما دخول الفيز والبلاد لازم دي حاجه بتبقى الزام خارجي يعني تمام طيب نكمل نمبر 20 we forget to take the chicken out of the freezer طبعا الاجابه هنا we mustn't forget ومعناها ايه mustn't forget دي لا يجب ان ننسى تمام طيب نكمل number 22 I wear a tie I do it because I like wearing ties
هو بيعملها عشان بيحب يلبس الايه اللي هي الجرافتات يعني. تمام، لو قلت I don't have to wear، يقصد ان هو مش ضروري ان هو يلبسها، I do it، هو فقط بيعملها لانه بيحبها. تمام، طب لو خدنا must يا جماعة مشوها كده must، لو قلت I must wear a، لا انا شايف don't فعلا احسن منه، هو مش لازم يلبسها، هو بيلبسها عشان هو بيحبهم بس. Number 23, the flight is at 6 in the morning, so we get up very early. طبعا يصحوا بدري مش ممنوع. تمام، هات تو في الماضي ما تنفعش، دونت هاف معناها مش ضروري يصحوا، لا ده ضروري، ده لازم يصحوا عشان يلحقوا ميعاد الطياره، يبقى الاجابه هنا هاف تو. Number 24, we space fill up with petrol, the tank is almost empty. تمام، هو هنا بيقول لك ان التانك بتاعه تقريبا فضل. تمام، يبقى دي نقول فيها ها وي نيد تو. طب واحد يقول يا مستر طب احنا ممكن نستخدم كلمه هات تو، بس اقول لك دي باست فما تنفعش معايا هنا. تمام، يو سبيس بوت سولت ان هير فود.